الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أستاذ الأخ الدكتور الطبيب سليمان حفظه الله، الحمد لله والصلاة والسلام. كيف يواجه العلماء والدعاة ظاهرة لبس البنات للبناطيل؟ يواجه هذا بالتحذير من التبرج، ببذل مزيد من الدعوة إلى الله في هذا الصدد، بنشر الكتيبات في فضيلة الحجاب، ونشر الكتيبات في خطر التبرج واسمه، ونشر كما يقولون تعليم رب العالمين سبحانه وتعالى وسنن النبي الأمين التي تلزم الأب بمتابعة أولاده وبناته، وتحمله المسؤولية أمام الله، تحمله المسؤولية أمام الله عما يصدر من أبنائه وبناته. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فالعمل في اتجاهات، قد يكون عن طريق الفضائيات بالتحذير من التبرج وبيان فضل الحجاب وبيان أمر الله بالحجاب، ما يتبعه التبرج أو ما يستتبعه التبرج من الوقوع في الزنا وفي الفواحش، وكذلك تحميل أولياء الأمور مسؤولية الذين هم الأباء، وتحميل الحكام والقائمين على الإعلام مسؤولية، لأن الله قال الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. فهذه بعض السبل التي نسعى فيها والله المستعان، ومن أهمها ومن أيسرها إلقاء المحاضرات في هذا الباب ونشر الكتيبات الخاصة في هذا الصدد، والله أعلم. يقول: رجل تبرأ طلق زوجته بأوراق رسمية من أجل أن لا يدخل ولده الجيش، علما بأنه له أولاد آخرون بنين وبنات، ما حكم هذا الطلاق؟ الطلاق واقع، الطلاق واقع محسوب، لكنهم كيف يحتالون؟ الرجل يريد أن يخرج ولده من الجيش، يذهب إلى المأذون ويكتب المأذون: طلقت زوجتي طلقة واحدة بائنة، ويوقع. فبعد أن يخرج يقول المأذون: ردها إلي، ولكن لا تثبت الرد على الأوراق. فيقول المأذون: قولي، أو يقول لولي المرأة: قل له زوجتك ابنتي على كتاب الله وعلى سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالزواج الجديد صحيح، لكن محسوبة تطليقة بلا شك. محسوبة، هو بيكتب بالمأذون، بيكتب تطليقة. لا، هو إذا قال له: اكتب أنا فلان فلاني طلقت زوجتي تطليقة واحدة بائنة، بيكتب بهذه الطريقة، فيثبت أنه طلقها تطليقة واحدة بائنة وتأخذ قسيمة الطلاق. بعد كده يزوجها أبوها شفوي، يزوجها الولي شفويا، لا يزوجها شفويا، يقول إذا لم يتلفظ الأول أو تلفظ الحكم واحد، لأن التوقيع يقوم مقام التلفظ. نعم. محسوبة لأنه مضى. إلا أن هذه الأوراق استعملت في الجهات الرسمية على أنه العائل الوحيد لأمه. أيوة، طيب إيه مشكلة؟ هي الطالق باين بينونة. ما هي بانت. بينونة كبرى ولا صغرى؟ صغرى، لأنها طلقة واحدة. إحنا قلنا بينونة واحدة. وهي تد بينونة واحدة؟ طب بينونة صغرى. هي بانت بينونة صغرى. متى تكون كبرى؟ إذا كانت آخر ثلاث تطليقات. نعم. قال الجدار للمسمار: لما تشقني؟ قال: سلما يدقني.
نسأل حينئذ نرد السؤال على السائل. بس لكن تبقى الإشكالية في الميراث، فالميراث ممكن ولد يتعصب ويقول أنت مالك حاجة، أنت لست زوجة أبي، الورق يقول أنك مطلقة فليس لك، ليس لك شيء، اطلع برا. فممكن يحصل كده. يقول لماذا صحح ضعف بعض العلماء أحاديث صححها غيرهم؟ أقول بالله التوفيق، كان من أسباب ذلك أن كتبا لم تكن ظهرت في العلل فظهرت هذه الكتب في العلل، وتبين أن الحديث به علة، والحمد لله قد ظهرت الآن حتى في المحاميل التي أمامكم أحكام على الأحاديث. ممكن تضرب زر على زر من الأزرار معلوم يخرج لك أحكام العلماء الأولين على الأحاديث كانت خافية على الناس من ذي قبل. بارك الله فيك. المال الذي هو ربح الربا كيف ينفق الإنسان بعد التوبة؟ يتصدق به على الفقراء والمساكين والمحاويج الذين لا تربطهم به قرابة. فعل شخص ذنبا ويظن أنه لن يغفر مع أنه يستغفر، هذا يأسه الشيطان من رحمة الله، فلا تيأس من رحمة الله. بارك الله فيك.